قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وإن كنتم مرضى أو على سفر قلنا هذان المبيحان المرض والسفر والمقصود بالمرض هنا ايش؟ مرض يضر معه الماء ليس أي مرض فإذا كان المرض الماء لا يضره أو لا يضر من أصيب بالمرض ما ما أحتاج تيمم ولكن تيمم هنا المقصود المرض الذي يمتنع معه الوضوء وان كنتم مرضى او على سفر اي مسافرون